السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة والطالبات، طلاب الصف الثالث الثانوي، أهلا ومرحبا بكم مع مستر محمد علي وفيديو جديد على عهد دايما زي ما احنا مكملين إن شاء الله في سلسلة حل الكتاب المثالي استجابة لمطالب إخواتي الطلاب اللي دايما بيوصوني يا مستر حاول تكمل معانا كل إجابات المثالي، يعني بعض الدربكة وبعض اللخبطة وبعض الإجابات مش مظبوطة، هنحاول إن شاء الله كل ده نتغلب عليه. النهاردة إن شاء الله مجهز لكم فيديو قد يكون في محله بمعنى نظريات التعلم، مش هتكلم اكتر من كده. في علم النفس عندنا الدرس الثاني نظريات التعلم وما ادراك ما نظريات التعلم، سواء التعلم الشرطي الكلاسيكي او حتى التعلم بالمحاوله والخطا او حتى تجهيز المعلومات او حتى الجيشتالت، كلنا بنعاني من مشكله جزئيه هنا مهمه جدا لابد ان احنا نقف عندها. بس لو انت حابب تكمل الفيديو ده معانا فضلا وليس امرا اشترك في القناه وفعل زر الجرس حتى يصل كل ما هو جديد، ويلا بينا كده زي ما تعودنا نشوف الأسئلة على الدرس ده من كتاب المثال هتمشي ازاي. هنبدأ مع بعض كده بالسؤال الأول، يلا بينا. السؤال الأول بيقول لي التعلم يجب أن يقترن بالنتائج، وأن الحفظ والتلقين الآلي للمعارف المختلفة أمر سلبي لا يمنح مساحة للإبداع. تتفق العبارة مع إحدى نظريات التعلم. التعلم ده بيرفض الحفظ والتلقين، يبقى أنا هنا بتكلم على الإبداع والفهم، يبقى انا هتكلم هنا على الجيجيتال. تمام. رقم 2 بيقول لي في المرحله الاخيره من تجربه ايفان بافلوف مع الكلب الجائع استخدم صوت الجرس كمثير ايه؟ في المرحله الاخيره خالص كسرت ما اقترن الجرس بالطعام اللي هو باللحمه، اصبح الجرس ده مثير شرطي، صح كده؟ في البدايه خالص كان الجرس ده مثير محايد ملوش علاقه بالكلب خالص يعني. طيب رقم 3 بيقول لي في تجربه ايفان بافلوف يحدث الانطفاء اذا، واعطيني اختيارات امتى ينطفي الاستجابه؟ اذا تكرر التعزيز دون المثير، مش منطقيه خالص. طيب تكرار المثير الشرطي دون تعزيز، كتر ما ترن له الجرس ويطلع ما لاقيش حد هيحصل عنده ايه؟ انطفاء بعد كده، يقول لك والله ما انا طالع تاني، صح كده؟ طيب رقم 4 نظريه التعلم التي تصف عقل المتعلم بانه صندوق لا تتضح عملياته الداخليه ويتعلم من خلال المثير والاستجابه هي نظريه. نظرية خلت الإنسان دوره سلبي ما إلا رد فعل مش أكتر. فعلا هي نظرية تعلم شرطي كلاسيكي، وهنا جايب لي أسماء رواد النظريات، فهنا هي أختار بافلوف. طيب السؤال رقم 5 بيقول لي تؤكد تجربة سرندايك على دور الاقتداء بسلوك المعلم، آسف، تؤكد تجربة سرندايك على، جايب لي اختيارات على دور، ده سرندايك محاولة وخطأ. 1 الاقتداء بسلوك المعلم لتطبيق المهارات الأساسية، 2 الفهم والإدراك كشرط أساسي لتعلم المهارات الدراسية، 3 التعزيز الداخلي الذي يدفع الشخص للأداء المتميز، 4 الاقتران والتكرار التكرار المصحوب بالإثابة كشرط لإتقان المهام الدراسية. أنا هنا اللي لفت انتباهي كلمة التكرار، لأن هو قايم على المحاولة والخطأ، يعني مش هينفع إن أنا أتعلم من أول مرة، لازم أكرر كتير لحد ما أوصل للمستوى المطلوب. رقم 6 بيقول لي يشكل نقط في الاشتراط الكلاسيكي حادثا يمكن تحديده بسهوله ووضوح، ايه اللي ينفع ان انا احدده بسهوله ووضوح؟ هل المثير الطبيعي؟ هل المثير المحايد؟ هل الاستجابه الطبيعيه؟ هل المثير الشرطي؟ المثير الشرطي طبعا ينفع ان انا احدده بسهوله ووضوح، وكمان المثير الطبيعي ينفع ان انا احدده بسهوله ووضوح، ولكن هنا ليه بيبرز عندي المثير الشرطي؟ لان بيبقى عندي حدوث الشيء بيتوقف عليه، فبيبقى شيء واضح جدا. طيب ننتقل للسؤال رقم 7 بيقول لي اي مما يلي يؤدي الى سهوله استدعاء الاستجابه الشرطيه في نظريه بافلوف؟ هل الاقتران الزمني ولا التكرار ولا التعزيز ولا التعميم؟ لا هنا طبعا الاقتران الزمني، كل ما الفاصل الزمني ما بين المثير الشرطي والمثير الطبيعي يكون قليل انا بعمل عمليه تدعيم. طيب ننتقل للسؤال رقم 8 بيقول لي تقديم المثير الشرطي باستمرار ولمرات متتاليه دون تقديم التعزيز اللي هو الطعام هيحصل ايه؟ بالفعل هيحصل عمليه انطفاء. رقم 9 بيقول لي الانعكاس المتعلم الجديد الذي يحدث نتيجة اقتران المثير الشرطي مع المثير الطبيعي يسمى، لما انا اقرن المثير الشرطي مع المثير الطبيعي هينتج عنهم ايه؟ استجابة شرطية، كلام ممتاز. سؤال رقم 10 بيقول لي الانخفاض في الاستجابة للمثير الشرطي
حتى توقفها نتيجة تكرار ظهوره بدون ملازمة المثير الطبيعي معاه، ده بنسميه قانون الانطفاء. تمام جدا. رقم 11 بيقول لي عملية إكساب المثير المحايد قوة المثير الطبيعي في انتزاع الاستجابة التي ينتزعها المثير الطبيعي، تجسد إحدى نظريات التعلم. فين النظرية اللي فيها مثير شرطي ومثير طبيعي؟ بالفعل نظرية الاشتراط الكلاسيكي. رقم 12 بيقول لي يرى سورندايك أن التعلم يحدث نتيجة لي، واحد المحاولة والخطأ سورندايك ولا المثير والاستجابة ولا التكرار والتدريب؟ لا طبعا المحاولة والخطأ، ده اسم النظرية. رقم 13 بيقول لي يبنى التعلم على إعادة الهيكلة والتنظيم نحو تجاوز أشكال الغموض والتناقضات ليحل محلها الاستبصار والفهم. الكلام ده عند مين؟ عند نظرية الجيشتالت. مين بيمثلها هنا؟ بيمثلها فيرت هيمر في رقم 13. رقم 14 بيقول لي أي من قوانين ثورندايك يحدد ميل المتعلم إلى الشعور بالرضا أو الضيق؟ فين القانون اللي عند ثورندايك اللي بيتكلم عن السرور أو الرضا أو الضيق؟ هو قانون الاستعداد، شرحناه أكتر مرة. لو أنت مستعد للامتحان ورحت وامتحنت تحس بالرضا، لو أنت مستعد للامتحان ورحت وما امتحنتش تحس بالضيق، لو أنت مش مستعد للامتحان خالص ورحت والمستر أجبرك إنك تمتحن برضه تحس بإيه؟ بالضيق والملل. سؤال رقم 15 بيقول أي من نظريات التعلم ترى أن معرفة حلول أي مشكلة يكون بالنظر إلى مجالها الكلي؟ من اللي أكد على الكل؟ بالفعل الجيشتالت، كلام مظبوط. رقم 16 بيقول لي تقوم نظرية التعلم عند نورمان تجهيز معلومات على عدة مفاهيم تفسر خلالها عملية التعلم. من هذه المفاهيم جايب لي الموقف الكلي، ده الموقف الكلي ده مش تبع تجهيز المعلومات تبع الجيشتالت. نمرة باء جايب لي الكل والمعرفة والمعنى ومعالجة المعلومات. نمرة جيم جايب لي معالجة المعلومات والمعنى واسترجاع المعلومات. نمرة دال جايب لي الكل والتذكر والمعنى واسترجاع المعلومات. أقربهم هنا نمرة باء عشان فيها عملية المعرفة. طيب رقم 17 بيقول لي عند إبطال العادات السيئة التي تظهر عند التلاميذ أثناء القراءة والكتابة يستخدم التعلم به، تعلم الشرط الكلاسيكي، لأن أنا ربطت له صورة بالكلمة هينطق الصورة بدون ما ينظر على الكلمة، فده تعلم شرط كلاسيكي. زي الناس كبار السن مش بيعرفوا يقرأوا ويكتبوا، على الموبايل بنحط لهم صور معينة بنقول لهم بص يا جد وبص يا تيتا لو حد اتصل بيكي بالصورة دي هيبقى ده فلان، فأكيد عملت له مثير شرطي، ربطت له حاجة بحاجة. رقم 18 بيقول لي التعلم تغير آلي في السلوك يتجه تدريجيا إلى الابتعاد عن المحاولات غير الموفقة، تجسد العبارة نظرية التعلم عند مين؟ نظرية التعلم عند ثورندايك. ليه؟ لأنه هو هيتدرج في المعرفة، يعني هيعمل محاولات كتيرة. طيب رقم 19 بيقول لي المسؤول عن حدوث التعلم طبقا لنظرية التعلم عند ثورندايك هو الدافع ولا المثير ولا الاستجابة ولا التعزيز؟ المفروض هنا الدافع. ليه الدافع؟ لأن ثورندايك عمل للقط الجائع عمله دافع، حط له طعام سمك السلمون خارج القفص، ده يعتبر دافع. ايه الفرق بين الدافع والتعزيز؟ الدافع بيكون قبل التجربة، التعزيز بيكون كمكافأة بعد التجربة. رقم 20 بيقول لي السلوك الظاهري القابل للملاحظة والقياس يعد المحور الرئيسي الذي تركز عليه نظرية التعلم عند مين؟ عند بافلوف، لأنه هو بيشوف الاستجابة بتاعتك. تمام. رقم 21 بيقول لي أي حدث يمكن أن يحدث استجابة لدى الكائن الحي بطريقة لا إرادية يسمى مثير طبيعي، لأن المثير الطبيعي هو اللي هيحدث استجابة بشكل لا إرادي بشكل عادي جدا، مش مشروط بشيء معين، مش مرتبط بشيء معين. سؤال رقم 22 وده السؤال الأخير معانا عن نظرة التعلم من كتاب المثال بيقول عند دراسة الطالب للدرس بصورة عامة كلية للأفكار والنقاط الرئيسية في الموضوع ثم ينتقل لدراسة الجزئية فإنه يستخدم التعلم عن طريق الفهم والاستبصار لأن هي الجيشتالت. وبكده نكون وصلنا للسؤال الأخير على نظريات التعلم من الكتاب المثالي، وإن شاء الله انتظر الفيديو اللي جاي هنتكلم فيه على أسس الاستذكار الفعال ومبادئ التعلم الجيد، ونحاول نخلص إن شاء الله تدريبات المثالي قبل ما ندخل في المفاجأة اللي أنا مجهزها لكم إن شاء الله. لو عايز تعرف ايه المفاجأة اشترك في القناة وفعل زر الجرس وشير ولايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.